بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس. نتكلم أولا عن سورة الفاتحة. قبل أن نبدأ في هذه السورة، لماذا ندرس التفسير؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التفسير؟ يعني ما السبب لدراسة تفسير القرآن الكريم؟ لأن القرآن كلام الله، وقال الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكيف يكون هذا القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتدبره، ثم بعد هذا لا نفهم كلام الله؟ وهذا إشكال. يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن أكثر ما يكون يعني من الإشكال في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، فلا بد تصحيح قراءة هذه السورة، حفظ هذه السورة ولا بد، ومعرفة معناها. أما أن نقرأ القرآن ولا يجاوز تراقينا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان القرآن يقرأ عليك ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك، فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أي كتب التفسير نقرأ؟ لأن عندنا إشكال الآن، البعض يقول أنا لو أقرأ في كتب التفسير الآن هذا يأخذ مني وقت طويل، وبعض الأحاديث أجدها تحتاج إلى تحقيق، أجد أحيانا أشياء من الإسرائيليات كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ نقول لابد ترجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجعنا للعلماء، أرشد العلماء رحمهم الله تعالى إلى تفسير مختصر واضح، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه مختصر واضح، ألفاظ سهلة يفهمها كل أحد، المؤلف معروف، أيضا هذا التفسير فيه العمل بالقرآن، وهذا الذي نحتاج العمل بالقرآن. حتى يقول أحد الدكاترة، أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية، يقول في أول طلب للعلم سمعت هذا الكلام عن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، يقول لكن كنت يقول أقرأ بسبب الدراسة والمشايخ والدروس، يقول كنت أقرأ في كتب التفسير المطولة، القرطبي والطبري، وأقرأ في ابن كثير، وأقرأ في الجلالين، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا. يقول الآن بعد أن من الله علي سبحانه وتعالى وأصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في كتب التفسير في آية واحدة مثلا، يقول أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد تفسير ابن سعدي جمع كل ما في هذه التفاسير بكلام مختصر، ويقول ليتني عكفت على هذا التفسير المختصر في أول الطلب. ثم أن الطالب يبدأ دائما بالمختصرات قبل المطولات. عندنا إشكال، بعض الناس يقول أنا لا أحب القراءة، ما أحب القراءة، القراءة صعبة علي، أريد حل. نقول سهل جدا، يوجد في هذه الأيام التفسير الصوتي للقرآن، يعني كأن ابن سعدي يقرأ عليك التفسير وأنت تستمع، وأنت ماشي في السيارة تسمع آية سورة في الطريق كذا. والله
لو بدأت بإذن الله فترة وجيزة وتجد أتممت هذا التفسير بإذن الله سماعا في الأوقات الضائعة عندنا في السيارات وكذا. إذن ننزل هذا مثلا على أجهزتنا، تنزل التفسير الصوتي للقرآن وتستمع للتفسير، لكن لا تبدأ بسورة البقرة، خطأ. لا تبدأ بالسور الطوال، لا، تبدأ بالسور التي تشوقك إلى التفسير. في أنت الآن مبتدئ في التفسير، وفي الغالب الشيطان لا يريد منك أن تتدبر القرآن، صحيح؟ ولهذا عندما نقرأ القرآن، لماذا نستعيذ؟ الآن عندما نقرأ القرآن، قبل قراءة القرآن يجب على قارئ القرآن أن يستعيذ قبل القراءة، صحيح؟ لماذا؟ ممكن هذا الأخ إذا خرج ورأى مرأة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ نعم، لأن الشيطان يوسوس له. طيب الآن أنا في عبادة أريد أقرأ القرآن، لماذا أستعيذ؟ هنا الاستعاذة هنا أهم من الاستعاذة هناك. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد منا أن نتدبر القرآن، ولهذا وجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ. طيب نبدأ بالسور التي تشوقنا للتفسير، لابد من التشويق الآن حتى تأتي وتستمع إلى التفسير كاملا. مثلا تبدأ بسورة القصص، لماذا؟ لأن فيها القصص. تبدأ بسورة الكهف، لأن السورة هذه تتكرر في كل جمعة. بسورة مريم رضي الله عنها مثلا، لأنه قصة مشوقة، مفهوم؟ أي نعم. تبدأ بسورة الفاتحة، تبدأ بقصار السور من الزلزلة إلى الناس، ثم ترتقي شيئا فشيئا. قرأ الإمام جزاه الله خيرا مثلا في الصلاة آيات، مجرد ما تنتهي الصلاة تخرج وتسمع إلى تفسير هذه الآيات. سمعت كلمة ولم تفهمها في القرآن، تبحث عنها. إن شانئك، تقول ما معنى شانئك؟ أي مبغضك، وعلى هذا تمشي، وبهذا تعرف كلام الله. والله عيب أننا نعرف اللغة الإنجليزية ونعرف المصطلحات ونعرف الآن في الطرق إذا يعني ممنوع الوقوف اللوحات الإرشادية نعرفها، أما كلام الله لا نعرفه؟ ما يمكن. ليتدبروا آياته.